قال الله سبحانه وتعالى: تتنزل عليهم الملائكة. قال العلماء كما نقل ابن كثير رحمه الله: تنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند خروج الروح، يحتاج فيه الإنسان إلى التثبيت، لأن الإنسان يكون منتقلا من الدار الدنيا التي استأنس فيها بالناس وعلم ما فيها وعايش ما فيها، وهو يستقبل حياة أخرى لا يعلم عنها شيئا، ويرى من الأهوال عند الموت ملك الموت والملائكة الذين معه عليهم السلام، فيجزع عند ذلك إلا من ثبته الله. شكد ربنا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والموضع الثاني عند سؤال الملكين، كما جاء في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب، قال: فيأتيه الملكان فيقعدانه ثم ينتهرانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل؟ قال: أما الرجل المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام، وهذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا من الجنة وأفرشوه من الجنة، نسأل الله يجعلنا من هؤلاء. قال: وأما الآخر فيقال له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ومع أن أخواننا الامتحان مكشوف، امتحان الآخرة امتحان مكشوف. ربنا قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال العلماء: من شيء، هذه نافية لجنس، يعني ربنا ولا شيء يقربنا لربنا ما أخفاه عننا ولا جعل من الأسرار، وإنما بينه ربنا سبحانه وتعالى إما في القرآن وإما وحيا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال: فيقول ها لا أدري، ما دينك؟ ها لا أدري، ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لأن أخواننا يوريك إنه مجرد الكلام ما يغني شيئا، ده سمع الناس بيقولوا كلام وقال زيهم. قال: فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فافتحوا له بابا من النار وأفرشوه من النار، والعياذ بالله. فهذا الموضع موضع صعب، السؤال يحتاج الإنسان إلى الثبات. قال العلماء: والموضع الثالث عند الخروج إلى أرض المحشر. أنت بتشوف أهوال عظيمة في ذلك اليوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، أي ذاهبة العقول، وما هم بسكارى، أي ما أخذوا وما تناولوا وما شربوا شيئا يسكرهم. طيب السبب شنو؟ ولكن عذاب الله شديد. وفي اليوم ذاك كل الناس واحد، ما في رتب، ما في مقامات، ما في مشيخة، كل الناس واحد. ولذلك الإنسان في المواقف الثلاثة دي ربنا سبحانه وتعالى قال: تتنزل عليهم الملائكة. شوف البشرة دي عجيبة كيف، ألا تخافوا، دي البشرة الأولى. ودائما يا أخواننا الإنسان بيخاف من شنو؟ الشيء جاي قدام. ألا تخافوا ولا تحزنوا، من الفاتكم من أمر أولادكم وأبنائكم، فإنا نتولاهم كما كنا نتولاكم في الدنيا. أسو زول الماشي صاح مبلاوز، عمر بن عبد العزيز قالوا له: أولادك ديل عدمتهم الملينة، خلي لهم حاجة، أنت أمير المؤمنين. قال: إن يكونوا صالحين، قال الله، فإن الله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فلا أعينهم على أمر فيه معصية الله ويعود علي، أو كما قال رحمه الله. ولذلك ربنا قال: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. شوف بشرة، الإنسان روحه مارقة يقول: لا أبشر بالجنة،
ما تخاف يعني انت معليش يعني نديكم مثل بسيط، زول سايق له وامجاد وجات حمله بتاعت ناس الشرطه كويس وقبضوا العربات كلها، يقول لا اسمع انت مرخي سميس ما عندك عوجه، تلقاه يضحك ليه هنا ويا دوب بقى يفكر في الجماعه اللي وراه. وهناك الموقف اعظم والهول اكبر، ربنا سبحانه وتعالى يبشر والملائكه تتنزل وتبشر الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا نحملكم على الطاعات. دي ما نعمه كون الانسان يا اخواننا يجي مثلا يصلي في الجماعه، هذه من نعم الله، دي لا برجاله ولا بقروش ولا بمنصب ولا بقبيله، هذه من هدايه الله. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره نهديكم الى طريق الجنه ولكم فيها في الجنه ما تشتهي انفسكم، البيت الشهاوي بتلقاه، ولكم فيها ما تدعون اي ما تطلبون وما تتمنون. ولذلك يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الحقيقية. ولذلك يا أخواننا الإنسان لابد يتأمل في الآيات دي. طيب الاستقامة دي ماذا قال العلماء فيها؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يوما لأصحابه ما تقولون في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال بعضهم ابتعدوا عن المعاصي يعني معناه كده، وبعضهم قال أكثروا من الطاعات وذكروا أشياء، فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه لقد حملتموها على غير المحمل، هم قوم استقاموا على لا إله إلا الله فلم يشركوا بالله شيئا. وده يا أخواننا من أعظم المعاني التي يجب أن يتأملها المسلم وأن يتعلمها المسلم. وفي ناس يا أخواننا شوية نكون صريحين، مما تذكر له سيرة التوحيد وعدم الشرك، يقول لك يا زول نحن مالنا، أنت شايف فينا شنو يا زول، شنو موضوعك كله شرك؟ هذا الموضوع يا أخواننا خاف منه الأنبياء، نحن خلينا نحن المساكين ديل لا دعينا لله، لا في زول رمانا في نار ولا أخرجونا من مكة، ده كله ما حصل لنا. الأنبياء الذين عملوا هذه الأعمال العظيمة والصالحة كانوا يخافون من الشرك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج لإبراهيم عليه السلام وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وإبراهيم مرق من وين؟ مرق من أبوه طرده، قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. ومرق من النار، ربنا مرق من النار التي أوقدت التي جمع لها الحطب أكثر من 100 سنة، وكانت المرأة من قوم إبراهيم تنذر لله إذا شفي لها مريض أو قضيت لها حاجة أن تلقي حطبا في نار إبراهيم، فلما أشعلت هذه النار وصل لسان النار إلى عنان السماء، فكان الطير لا يتجاوز النار من فوقها لغاية ما جوب الفكرة بتاعت المنجنيق دي. بعد ما مرق إبراهيم عليه السلام وربنا نجاه من هذه الاختبارات العظيمة، ربنا قال له أنا عندي لك مهمة عظيمة أن تبني لي بيتا يحجه الناس، ولكن هناك معلومة مهمة، اعلم قبل أن تبني البيت ألا تشرك بي شيئا. ولذلك قال إبراهيم في سورة إبراهيم قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، شوف الكلام ده كيف، وسيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه، يا أخي الأنبياء ديل الصغائر ما بيجوا بجنبه، خليك من الشرك، شرك ده ما مرحلة بعيدة، ده ما بيجوا بجنبه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم.
نحن محتاجين يا أخوان. والإنسان دائما يخاف، دائما الشيء الغالي يا أخوان أنت بتخاف عليه. لما يكون عندك ذهب ما بتخده في الحوش ولا بتدي للولد الصغير تقول له امشي دخله جوا، بتطبله براك وبتقفله تمام. أما الشيء البر ده بيكون شيء ما عنده قيمة كبيرة. ولذلك أعظم ما يملك الإنسان التوحيد ويبعد عن الشرك، وهكذا عرفها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لأن يا أخواننا مع الشرك تحبط الأعمال. ربنا قال في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك أي يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أي ليبطلن عملك وأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، قيام وصيام وجهاد ودعوة والأعمال من النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة. قال ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني لا تعبد إلا الله وكن من الشاكرين. وأيضا من مزالق الشرك أنه يخلد في النار. ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك كما قال العلماء وكما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ند يقول لك الأولاد ديل قدر بعض، أنداد لبعض. فإذا دعوت الله فقد عبدت الله، فإذا دعوت مع الله غيره عبدت هذا الغير ووقعت في هذا الشرك الذي حرمه الله والذي لا يغفر الله معه ولا يقبل معه عمل ويبطل ثواب جميع الأعمال. عشان كده أخواننا الموضوع ده موضوع خطر، وده أول معنى من معاني الاستقامة، أول معنى من معاني الاستقامة. وعنده ثمرات كثيرة، من ثمراته أنه يغفر الذنوب، ومن ثمراته أن الإنسان ينال به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وده شيء طيب يا أخوانا، والإنسان لابد يسعى حتى ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يرزقنا الشفاعة. لكن قال هل بيلقى الشفاعة منه؟ ده لا كلام طائفة ولا كلام عالم ولا كلام حزب ولا كلام مسؤول، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. عشان كده يا أخوانا زول تقيف مع نفسك وتقيف مع نيتك وتقيف مع قلبك، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يعني سالم من الشبهة التي تؤدي إلى شرك أو شهوة تقود إلى معصية وكبيرة. ربنا سبحانه وتعالى بنقيض الأول الذي استقام قال في سورة الأعراف: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي من العذاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. ربنا قال في سورة الأعراف: البنادي غير الله بيجيه الملائكة لما يجي يقبضوا روحه. الأول ذاك الملائكة بتبشره وتثبته وتقول له: أولادك ما تخاف عليهم والقدام ما تخاف منه. وهذا الملائكة بتجي تبشره بالعذاب وتقول له: أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ما شايفينهم. ربنا قال: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا، طوالي مما مات قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. لأنه يا أخواننا في الآخرة ما في علاقات ولا في محسوبيات ولا في واسطات. ربنا قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا ربنا قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. عشان كده قدر ما الناس يجوك بيجاي قول لهم: يا ناس هوي الروح دي واحدة، الروح واحدة، وكلهم آتيه يوم القيامة شنو؟ فردا. والسؤال لك براك. ولذلك يا أخواننا الإنسان ينجد صغلته. والنصيحة: والله
غش الناس من لم يبين لهم حق الله، غش الناس من لم يحذرهم من هذا الموضوع. ما ممكن يا أخواننا يجي دكتور يديك الدواء يقول لك ده دواء بتاع سكري أو ضغط أو غيره، ويقول لك يا زول أي حاجة وكلها ما فيها مشكلة، سكر وكل، ملح وكل، أي حاجة وكلها ما بيديك عوجة، بس الدواء بتاعي ده ما تفوته. فهذا يكون طبيب غش. وكذلك الإنسان في أمور الدين إذا لم يحذر الناس من هذه الأمور التي حذرنا منها الله، حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا من الغش للمسلمين. فلا بد يبين هذا الحق، وده يا أخواننا حق ربنا. يا أخ ربنا أنعم وأكرم وستر وزوج وأدى الولد، فكيف يلجأ لغيره؟ ولو كان هذا رسولا من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، أو كان نبيا من الأنبياء العظام، أو كان من الملائكة المقربين، أو من الجن أو الصالحين أو الأئمة أو غيره، ما يستحق العبادة مع الله. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا، لا ناهية، تدعوا فعل مضارع مجزوم للتأكيد، فلا تدعوا للنهي، فلا تدعوا مع الله أحدا، لأنه يا أخواننا غير الله ما بيستحق. أن إحنا في الدنيا هنا إذا في زول أنعم عليك وأداك ويقف معاك وزول معاك صديق حارة، ما ممكن أنت يوم تجي من الأيام تنكر فضله. يا أخ ربنا أدانا النعم دي، نتمتع ناكل ونشرب و و و و ونمشي ونضحك ونفرح، فكيف نشكر غير الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أول معنى من هذه المعاني هو أن يفرد الإنسان العبادة لله سبحانه وتعالى، يستقيم على هذا الأمر. الأمر الثاني ونختم به وإن كان الكلام يطول، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما في إنسان يا أخواننا يسمع لقوله ويسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده من الناحية النظرية كثير من الناس بيوافقوك، لكن لما تجي للعمل كثير من الناس بيسقطوا. إذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه قول أحد. لو بقى عالم قدر الجبل، لو بقى إمام، لو كان من الصحابة وخالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى قول غيره. ابن عباس قال للناس المتعة في الحج دي السنة والتي مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لئن بقيت إلى قابل لما سقت الهدي. فالناس قالوا له لكن أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا وديل ناس وزن في الأمة تقيل. فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، تنزل فينا حجارة. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. وده إذا كان أخواننا أبو بكر وعمر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونهم؟ وده يا أخواننا الشارع الصحيح، وشارع صعب وشارع حار، والمجتمع ما بوافقك فيه في كثير من الأمور، لكن ده الشارع الصحيح، ده اللي بيمرقك واللي بينصحك، وهذا هو الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فيه غبشة وما فيه غش وما فيه كذب وما فيه لخبطة، ده الشارع الصحيح الذي إذا سلكه الإنسان، سمع آية يطبقه، سمع حديث يطبقه، ما قدر يطبقه يقول الله يهدينا، لكن ما يعارض، ما يعترض، ما يطاعن. ولذلك يا أخواننا الإنسان إذا استقام على هذين الأمرين صلح له أمر دينه وأمر دنياه، ونجا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الاستقامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الأخ والشيخ بيسأل من حكم نصب الخيام في المآتي. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو من الصحابة قال كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت وصنيعة الطعام من النياحة،
يعني إذا الناس شهدوا الجنازة حتى يصلى عليها الإنسان بيرجع بقيراط من الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقيراط مثل جبل أحد، ده أجر. ثم إذا انتظر الجنازة حتى تدفن كان له قيراطان، ثم يعزي التعزية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هو هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات لبعض بناته، واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم عندها ولد قاعد يموت يحتضر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرسول الذي جاء إليه، قال: قل لها لله ما أعطى. بعدين يا أخواننا ذات كلمات، الكلمات بتاعت التعزية دي فيها تصبير للإنسان، وفيها تسلية، وفيها معاني عظيمة تقوي الإيمان بالله والإيمان بالقدر. إن لله ما أعطى، يعني ده حق الله اداك له الولد ده، وله ما أخذ حق ربنا وشاله، ما في زول بيزعل. وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني لو القدام ده ما اقتنعت به الكلام، القدام ده ما اقتنعت به، أي حاجة في الكون ده عندها مقدار. فلتصبر ولتحتسب. فيأتي الإنسان، تأتي الإنسان الميت، وهي تصبير يا أخواننا للإنسان الميت، ويعني تعزيه وتصبره وتقول له من الكلمات المباحة: البركة فيكم وربنا يخلف ليكم خير إلى آخر، وتنصرف وينصرف الإنسان. لكن الجلوس، الصحابة رضي الله عنهم بالإجماع والأئمة الأربعة بالإجماع قالوا هذا من النياحة. النياحة هي شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فده عذاب شديد في الآخرة، فالإنسان يبعد ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يا أخواننا طريق الاستقامة صعب صعب، والناس ما بخلوك، لكن الإنسان يا أخواننا يرجو ما عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى رضا الله في سخط الناس، يعني تدار ترضي الله ولو الناس زعلوا، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن ابتغى رضا الناس برضي في ده ويرضي في ده ويرضي في ده في سخط الله، الله ما راضي عنه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. شوف الله بعامله شنو، بخلاف قصده. فيعزى الإنسان هذه التعزية الصحيحة، ويكون الإنسان طبق السنة، وهذا الإنسان المتوفى له يعني إن شاء الله يكون من أسباب الصبر له. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحم موتى المسلمين أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله.